متنزه عن النقائص ومشابهة الأنام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي لا تحيط به العقول والأوهام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أفضل الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون، إن نعم الله علينا كثيرة لا تحصى، وأعظم نعمة هي نعمة الإسلام والإيمان، وأن جعلنا من أتباع النبي الكريم المصطفى محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. نعم، إن من نعمة الله العظيمة علينا بعثة هذا النبي الرحيم الذي ختم الله به رسله وأنبياءه وجعله أفضل خلقه، سجد الأولين والآخرين، الحبيب المصطفى والنبي المجتبى، نصر الله به الحق وهدم به الباطل وذكى به النفوس وقوم به الأهواء، فكانت بعثته للعالمين برضا وسلاما ورحمة ووئامة، تنورت به الدنيا وأضاءت به الإنسانية، جاء رحمة للعالمين وإماما للمتقين وسراجا للسالكين ودليلا للحائرين، مبشرا للمؤمنين ومنذرا للكافرين والعاصين، أفضل من اتصف بالصفات النبيلة والسجايا الكريمة، وصفه خالق البشرية سبحانه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. ذلكم هو سجدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أدبه ربه فأحسن تأديبه وخصه بمحبته وخلته، فهو أقرب المقربين وأزكى الصالحين من الأولين والآخرين. أيها المسلمون، إنه مهما خطب عنه الخطباء وكتب عنه الكتاب وذكره الواصفون والشعراء، فلن يبلغوا وصفه الأزكار وشرفه الأعلى. ذلك الوصف الذي ارتضاه ربه الأعلى وارتضاه لنفسه صلى الله عليه وسلم، عبده ورسوله أفضل الأنام. فقال عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم. فقال: فإنما أنا عبده ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله، واعلموا عباد الله أنه لا هداية لنا إلا بهديه، ولا نجاة في الدنيا ولا نجاة في الدنيا والآخرة. واعلموا عباد الله أنه لا هداية لنا إلا بهديه، ولا نجاة في الدنيا إلا باتباعه، ولا إيمان إلا بمحبته وتعظيمه وتوقيره وتوجيله، فذلك من أعظم مقتضيات الإيمان. فقال عز وجل: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونظيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وعصيلا. السلام عليكم. ننظر نعت الشريف തൻവീർ ബാലേഹണ്ണൂർ.